بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الثالثة شعبة علوم الحاسب في مقرر شبكات الحاسب. هنستعرض النهاردة إن شاء الله في محاضرة اليوم، هنتكلم عن measurement units أو وحدات القياس. هنستعرض فيها وحدات القياس التي تستخدم في قياس ترددات الإشارات الكهربائية، وسواء بالقيم السالبة أو بالقيم الموجبة. طبعا في احنا عشان نقدر نقيس الإشارة بتاعتنا، في العديد من وحدات القياس اللي ممكن نستخدمها. فبنقول هناك العديد من الوحدات القياسية الستاندرد يونتس التي تستخدم في القياسات للإشارات. الإشارة احنا ممكن نقيس فيها ايه؟ ممكن نقيس زمن الإشارة نفسها، ممكن نقيس التردد بتاع الإشارة، ممكن نقيس بعد كده ايه؟ شدة أو قوة الإشارة نفسها. يبقى انا عندي، ممكن هنا عندي العديد من الوحدات اللي ممكن هنستخدمها، اللي هي ستاندرد او متعارف عليها دوليا، بنقول عليها ستاندرد يونتس. دي وحدات متعارف عليها دوليا وبتستخدم لقياس الاشاره. طب لما نيجي نتكلم طبعا في استخدام قياس الاشاره، ممكن نقول زي ما احنا قلنا مع بعض، ممكن نقيسها من حيث الزمن بتاع الاشاره دي، بتاخد وقت او تايم قد ايه معايا حتى تبلغ. انا عندي طبعا في مصدر للاشاره وفي مستقبل للاشاره زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. الزمن او التايم اللي بتستغرقه هذه الاشاره حتى تصل للمكان المستهدف وصوله قد ايه، التردد بتاع الاشاره، شده او قوه الاشاره نفسها، كل دي حاجات ممكن قابله للقياس. وفي عشان نقصها يبقى عندي هنا ايه؟ وحدات او ستاندرد يونتس، عندي وحدات معياريه متعارف عليها لقياس الإشارة من حيث الزمن والتردد والشدة. لما بيجي نتكلم عن الوحدات ديت، ممكن بنقسمها لقسمين رئيسيين. لما نيجي نتكلم عليها هنستعرض مع بعض زي ما هنشوف دلوقتي. فتنقسم هذه الوحدات إلى قسمين. لما نيجي نقسمها لقسمين إيه؟ هيبقى في عندي وحدات بتبقى أصغر من الوان أو أقل من الوان للزان 1، وفي وحدات مور زان 1 اكبر من الواحد. يبقى عندي وحدات اصغر من الواحد، والوحدات عندي ثانيا الوحدات الاكبر من الواحد. نستعرضهم كده مع بعض ونشوفهم. هنتكلم الاول عن الوحدات الاصغر من واحد. فانا عندي هنا الكمية، مثلا لما بنقول هنا كده ايه، 1 على 1000، يبقى عندي هنا ايه؟ 10 أس سالب 3 بالماينس هنا معايا. في الحالة دي بيطلق عليها عندي ايه؟ ملي، ويرمز لها بالرمز ام. وهناخد احنا امثلة مع بعض دلوقتي، هناخد بعض المسائل وهنشوفها ونجرب مع بعض. يبقى عندي في الحالة دي هنا لما يبقى عندي 10 أس سالب 3 بتقاس بالملي. الاصغر من الملي بعد كده ايه؟ الماكرو. المايكرو بقى بعد كده بتبقى ايه؟ 10 أس سالب 6. يعني انا هنا عندي كام صفر؟ لما نيجي نعد هنا 1 على المليون، ادي 1 2 3 4 5 6. يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا 10 أس سالب 6، وتسمى مايكرو، ويرمز لها بالرمز يو اللي موجود معانا. بعد كده عندي هنا ايه؟ 10 أس سالب 9، بتسمى عندي هنا ايه؟ بالنانو، ويرمز لها بالرمز ان. لما نيجي نشوف هنا عند الاصفار اللي موجودة تحت، 1 2 3، نعد كده يطلعوا معايا لغاية هنا ايه؟ سالب 9. فبنطلع لفوق بنقول 10 سالب 9، وتسمى عندي هنا ايه؟ النانو. بعد كده في عندي هنا ايه؟ البايكرو، ودي 10 أس سالب 12، ويرمز لها بالرمز بي. ده احنا اتكلمنا طبعا، طبعا في العديد بقى طبعا من المسميات، بس احنا وقفنا هنا ايه؟ لغايه 10 أس سالب 12. دي لما بنقول دلوقتي دي هنا ايه؟ الوحدات الاصغر
من واحد، القيمة بتاعتها عندي هنا ايه؟ بالسالب كلها، يعني القيم دي كلها عندي بالسالب. في حد يقول لي هو في قيم عندي بالسالب؟ الإشارة عندي بتحت، ممكن تطلع في القيم بتبقى فوق عندي عالية بالموجب، وممكن تنزل الإشارة عندي تحت بتنزل لي بالسالب، وخصوصا في الإشارات ايه؟ الأنالوج. عندي الوحدات الأكبر من واحد، الوحدات الأكبر من واحد دي بقى هنا إيه؟ بتستخدم غالبا بقى في الإيه؟ في الحاسبات بقى، لما يبقى عندي هنا إيه كلها، يعني عندي أقل كلمة زيرو والوان والوان وهكذا. فبنبقى عندي هنا القيم بتاعت التردد بتاعتي، لما يبقى عندي الكمية بتاعتي 1000، يعني 10 أس 3 بتاعتي يعني 1000، هتديني هنا القيمة بتاعتي 1000. أو في الحاسب بنقول عليها هنا إيه يا شباب؟ 2 أس 10. الحاسبات بنقول 2 أس 10 ليه؟ لما نيجي نتكلم الكيلو بتاعنا في الحاسبات، سواء لقياس الساعة أو لقياس التردد، التردد اللي احنا هنشوفه دلوقتي بالهيرتز، أو بنقول عليه الدورة لكل ثانية، يعني الإشارة بتاخد كام دورة في الثانية زي ما هنشوفها ونستعرضها مع بعض دلوقتي. فبنقول أو في الحاسبات بتبقى عندي هنا إيه؟ 2 أس 10. ممكن أقول كيلو، الكيلو المتعارف عليه بتاعنا اللي احنا بنقول 1000 كيلو على طول، زي ما احنا عارفينه بالقيمة بتاعته بالألف، لكن في الحاسب بنقول عليه كام؟ 2 أس 10. 2 أس 10 لما نيجي تشوفوها تطلع عندنا كام يا شباب؟ تطلع 1024، وتسمى كيلو ويرمز لها بالرمز كي. القيمة اللي بعد كده عندنا أكبر من الواحد بتبقى موجودة إيه؟ الميجا. الميجا بتاعتنا بتبقى كام؟ هتبقى عندنا هنا 2 أس 20 بقى، احنا خلاص هنا في الحاسبات، أو الكمية بتاعتنا 10 أس 6 في الحاسبات، 2 أس 20، وتسمى عندي ميجا ويرمز لها بالرمز ام. اللي أكبر من الميجا بقى، أنا قلت هنا الكيلو، الميجا، بعد كده عندي إيه؟ الجيجا، وده هتبقى 2 أس كام؟ المفروض نبقى عارفين 2 أس 30، أو الكمية بتاعتها هتبقى عندي هنا 10 أس 9. يبقى عندي الكمية بتاعتي 10 أس 9 في الحاسبات بتاعتنا 2 أس 30، بيطلق عليها هنا عندي هنا ايه؟ جيجا، ويرمز لها بالرمز جي. ودي هنا طبعا بنقول عليها 1024 ميجا، والميجا الواحدة بنقول عليها 1024 ايه؟ كيلو. بعد كده احنا اتكلمنا عن قياس الوحدات اللي هنستخدمها مع بعض في قياس الإشارة، يعني انا عايز اقيم الاشارة بتاعتي ديت زي ما احنا قلنا مع بعض، من حيث ايه؟ التردد بتاعها، من حيث الزمن، من حيث قوة او شدة الاشارة. هنتكلم ودي الوحدات اللي ممكن هنستخدمها مع بعض لقياس الاشارة بتاعتنا. هنتكلم بعد كده ايه؟ عن تمثيل الاشارة، او بيطلق عليها السيجنال ريبريزنتيشن. طبعا احنا لما نيجي نتكلم عن الاشارات بتاعتنا، في الاشارة التقليدية او بيطلق عليها الاشارة ان الانالوج او النمطية، وفي عند ديجيتال بقى اللي احنا اللي شغالين حاليا كله ديجيتال دلوقتي، اللي هو الزيرو والوان، القيم بتاعتنا موجودة، لكن الانالوج بيبقى عندي فيه قيم متفاوتة، عندي بتبقى متداخلة، وده التمثيل بتاعتها، التمثيل اللي موجود عندنا ده هنا، دي عندي هنا إشارة رقمية ديجيتال، الشكل بتاعها هنا منتظم، عبارة عن الزيرو والوان، يعني يا في إشارة يا مفيش. بيفرق معايا بقى طول الإشارة هنا اللي موجودة معايا. هنا دي الإشارة النمطية بتاعتي الأنالوج بتاعتي، ودي هنا إشارة بتتغير، هنا بنقول هنا إيه؟ إشارة متغيرة مع الزمن. طبعا عندي في معلومات بتبقى داخلة الانبوت بتاعتي، الانبوت انفورميشن، ودي بيطلق عليها لما بنيجي نتكلم عليها بنقول عليها يطلق عليها ايه؟ الانبوت سيجنال او اشارة الدخل. ودي طبعا بيبقى المطلوب فيها ايه يا شباب؟ ارسالها من طرف مرسل، او بنقول عليه اللي انا موجود عنده، او الطرف المرسل اللي هو انا، لطرف اخر بيبقى بعيد عني. وطبعا الاشارة ديت بتكون هنا ايه؟ متغيرة، عشان كده ممكن احنا بنقدر نسميها في الحالة دي ايه؟ بنسميها الفانكشن بتاعتنا، وبنرمز ليها ممكن بحرف معين، ممكن نرمز ليها مثلا بحرف الاس مثلا، ودي بتكون متغيرة مع الزمن. يبقى الإشارة دي عندي هنا، عندي بتكون هنا ايه؟ متغيرة مع عامل الوقت، التايم اللي هو البعد الثاني بتاعها،
وفي الحالة دي احنا قلنا هنرمز هنا عندي للفانكشن او الدالة بتاعتي دي بالرمز اس، وهتكون متغيرة مع ايه؟ مع الزمن، فبنقول اس ونفتح قوس ونكتب تي، يبقى اس تي. او ممكن تكون متغيرة مع الاشارة دي، متغيرة مع عندي مع ايه؟ مع التردد بتاعنا، يبقى الفريكوينسي بتاعنا. يبقى ممكن يبقى عندي في 3 عوامل متحكمة في الاشارة اللي احنا قلناهم عندنا، اللي هما ايه؟ الزمن بتاعنا، التردد، او الشدة اللي هتبقى موجودة معانا. وزي ما احنا هنا شايفين، في عندي الاشارة بتبقى موجودة هنا، في اشارة انالوج، ودي طبعا الاشارة الانالوج دي زي ما احنا شايفين هنا ايه؟ بتكون متصلة وبتتغير القيمة بتاعتها مع التغير بتاع الزمن. لكن في الاشارة الرقمية او الديجيتال اللي احنا شايفينها، بتبقى على شكل ايه؟ نبضات، بلس، متقطعة، بتبقى لها القيمة بتاعتها عندي هنا ايه؟ ثابتة، اللي احنا بنقول عليها ايه في الديجيتال؟ زيرو يا ون. يبقى هي اشارة متقطعة بتبقى موجودة على هيئة نبضات، ودي بتبقى لها قيم ثابتة، ما بتاع مش زي هنا ما احنا شايفين كده في قيم ممكن بتعلو معانا، لا بتنزل لكن هنا عندي القيم بتاعتنا ثابتة، اللي بنقول بنقدر نمثلها ونقول عليها هنا ايه؟ الزيرو والون. في عندي هنا الإشارات نفسها متكررة بقى، يعني هنا في إشارات ممكن أبثها وتبقى عندي متكررة مع التايم بتاعي. فهنا بنلاحظ هنا إن الدالة بتاعتي هنا إيه؟ متكررة، وزمن الدورة الواحدة اللي هو التي اللي احنا شايفينه هنا بتتكرر دائما بمقدار هذا الزمن، يعني ممكن تبقى ماشية معايا ويحصل عندي عملية تكرار للدورة دي. أي ممكن نقول في الحالة دي انها ايه؟ بقول اي انها تتكرر بزمن مقداره، ممكن نقول بقى ايه؟ تي. يعني هنا الزمن بتاع تكرار الدورة هنا عندي ايه؟ ممكن نقول ثانية، ثانيتين، او بالمايكرو بقى، او اذا كان في قيم، او هنحدد في التكرار بتاع الاشارة البلس اللي بتتكرر معايا كل فيه، بتتكرر بمقدار قد ايه؟ الى ما لا نهاية بقى. طول ما احنا ماشيين كده الزمن ماشي معايا وهي قاعدة تتكرر نمطية متكررة. يعني بيقول هنا انالوج، اشارة انالوج واخدة النمط بتاع التكرار بتاعها في زمن معين بتديه، وممكن بقى بعد كده يغير النمط بتاع التكرار ده. هنا عندي في الديجيتال في برضو نمطية متكررة، رقمية متكررة هنا عندي. نشوف بعض الدوال اللي ممكن ازاي نقدر نقيس التردد بتاع الإشارة بتاعتنا. التردد بتاعنا، الفريكوينسي بتاعنا، بيساوي الدالة بتاعتنا 1 على زمن الدورة، يبقى هنا equal 1 على t التايم بتاعنا. يبقى التردد الفريكوينسي بتاعي بيساوي 1 على زمن الدورة، 1 على t. اللي يرمز للدورة عندي هنا ايه؟ بالسايكل على السكند في الثانية، او ممكن بنقول عليه هرتز. ممكن طبعا بقى بنقيس بقى بالهرتز نفسها هي الإشارة بتاعتنا، ممكن نقول بقى بعد كده ميجا هرتز على حسب بقى قوة التردد نفسه بتاع الإشارة نفسها، ودي اللي بيقاس بيه الترددات دي كلها، بيقاس بيه قوة الإشارة اللي ممكن تمشي عندنا، وبيقاس بيها برضو هنا المعالجات بتاعتنا بتقاس سرعة وصول المعلومات أو تردد الإشارات بالميجا هرتز أو بالجيجا هرتز على حسب هنا إيه؟ التردد او القوة اللي موجودة عندنا. فعندنا بنقول هنا ايه؟ كل فانكشن موجودة معانا دي متكررة ويكون لها التردد بتاعها الفريكوينسي، وبيعرف على انه هي عدد الدورات الكاملة، يعني بنقول عدد الدورات الكاملة في الثانية الواحدة، وبنرمز ليه هنا عندنا بالرمز ايه؟ اف. يبقى بنعرفه على انه ايه؟ عدد الدورات الكاملة في الثانية الواحدة، يبقى بيعمل لي كام دورة كاملة في الثانية واحدة، وبنرمز ليه هنا عندنا الفريكوينس بتاعنا بالتردد او الاف الاختصار الفريكوينس. وممكن في بعض الاحيان بدل ما بنقول هرتز الكلام ده، بنقول هنا ايه؟ سايكل على السكند في الثانية الواحدة، يعني كام دورة، اللي هو دورة على الثانية، بنقول دورة على الثانية، سايكل على الثانية هنا بتاعتنا.
نشوف مثال، هنحاول ناخد مثال كده، مسائل نحلها مع بعض وممكن نجيب منها في الامتحان. فنحاول يعني، هي مسائل بسيطة زي ما انتم شايفين القوانين بتاعتها مش صعبة، فنحاول نركز مع بعض في المثال التالي. في مثالين هيجيلكم دلوقتي نحاول نركز فيهم مع بعض. عندي مثال هنا بيقول لي احسب تردد إشارة. يعني انا المطلوب عندي هحسب ايه يا شباب؟ الفريكوينسي بتاعنا، التردد. التردد القانوني احنا لسه قايلينه حالا اهو، ما لحقناش ننساه. اذا كان زمن الدورة لها 20 مايكرو في الثانية، يبقى انا عندي المعطيات بتاعتي، انا عندي هما ايه؟ فريكوينسي بتساوي 1/T زي ما احنا لسه واخدين. فهو اداني الزمن، يبقى انا عندي هنا ايه اللي مطلوب مني؟ هجيب الفريكوينسي بتاعي اللي هو الاف، التردد المطلوب. المايكرو زي ما احنا خدناه، فاكرين المايكرو ده احنا قلنا هنا بالسالب، القيم الاقل من الواحد، عشان كده انا اديتهالكم في الواحد في اول البرزنتيشن بتاعنا، لما قلنا في قيم لوحدات القياس اعلى من الواحد وفي اقل من الواحد. المايكرو من القيم اللي هي اقل من الواحد، اللي هي بتساوي، كنا قايلين بتساوي كام؟ 10 اس سالب 6. فاكرين الكلام ده كله؟ يبقى والتردد لسه قايلينه مع بعض، يبقى عندي التردد بيساوي ايه؟ نفتكر مع بعض القانون بتاعنا، قلنا واحد على زمن الدورة نفسها، يعني بيساوي انا عندي واحد على زمن الدورة بتاعنا. زمن الدورة احنا قلنا كام يا شباب هنا؟ 20 مايكرو ثانية. طب المايكرو ده قلنا بيساوي كام؟ 10 أس سالب 6. يبقى هنقول هنا كده واحد على 20 مايكرو ثانية، يبقى 20 في 10 أس سالب 6. أظن كده بسيط. بعد كده هنقول هنا إيه؟ يبقى القيم بتاعتنا احنا عايزين نطلع قيم موجبة، هنطلع هنا يبقى ال 10 أس سالب 6 لما اطلعها فوق هتبقى إيه؟ بالموجب. يبقى 10 هنا أس 6 هنا موجودة معايا، وتحت ال 20 موجودة. كلها تعويضات بسيطة بقى، انت القانون معاكو هيبقى موجود هنا ايه؟ الألف موجودة هنا، موجودة في 10 أس سالب 3، يبقى أنا قسمتها هنا موجودة معايا على العشرين. ألف على 20 فيها كام يا شباب؟ 50 في 10 أس 3. 10 أس 3 دي احنا كنا واخدينها ايه؟ اللي هي ايه؟ الكيلو بتاعتنا. يبقى عندنا هنا ايه؟ يبقى هنقول هنا 50 كيلو سايكل في الثانية، أو 50 كيلو هرتز، عايزين نقول بالسايكل كده أو بالهرتز يبقى موجود معانا. يبقى ده التردد بتاعنا بناء على المعطيات. إذا هو اداني زمن الدورة، السايكل بتاعتنا هنا بتاخد كام؟ 20 مايكرو في الثانية، ماشي، يعني اقل من الثانية كمان، يعني 20 مايكرو هنا اقل من الثانية نفسها. يبقى التردد بتاعي هنا كام؟ 50 كيلو هرتز. ده التردد بتاع الاشارة اللي موجودة عندي، اللي مطلوب ان انا احسبه. اظن كده احنا ماشيين واحدة واحدة، الخطوات وبتعوض وبتحل العملية هنا ايه؟ بسيطة. ناخد مثال تاني نعكس بقى. انا هنا كنا بنحسب ايه؟ التردد في ضوء ان عندي معطيات بتاعتي، المعطيات هنا ايه؟ زمن الدورة. ممكن نعكس المثال، اقول لك احسب لي زمن الدورة في ضوء معطى عندي اللي هو ايه؟ التردد. يعني عمليات حسابية بسيطة ما فيهاش اي تعقيد خالص. نشوف كده مثال تاني، احسب زمن الدورة لإشارة تيار المدينة المتغير إذا كان تردده هنا 50 هنا إيه؟ سايكل على الثانية. يبقى هنا إيه؟ ده أنا بحط هنا 50 سايكل، 50 دورة في اللي عندي إيه؟ في الثانية. يبقى هنحسب هنا عندنا إيه؟ التردد بتاعنا زي ما إحنا خدناه مع بعض بيساوي واحد على زمن الدورة. طب أنا هو هنا مديني إيه التردد؟ أنا عايز أحسب الزمن. يبقى إيه؟ هنعكس. يبقى ده هنا ده القانون بتاعنا. طب انا عايز احسب الزمن التي، يبقى هحط التي بقى بتاعتي، يقول زمن الدورة بتساوي ايه؟ هنعكس بقى واحد على الاف. يبقى هنا ايه الفريكوينسي بتاعي؟ يبقى بتساوي واحد على الاف اللي هو كام؟ 50.
واحد على 50 هيطلع لي هنا ال 20 في 10 أس سالب 3، عشان هنا نطلع القيم من عندي بالسالب، اللي هو هتطلع لي هنا ايه بالملي. يبقى هنا 20 ملي في الثانية. انا ممكن كنت اقول هنا 50 كيلو هرتز، يعني عشان المثال السابق كان بالخمسين كيلو، خلي بالكم هنا انا قلت هنا 50 ايه سايكل بس من غير كيلو او ميجا، فكنت هقول هنا 50 ألف، كانت هتزيد معايا هنا الموضوع معايا، فكان يطلع هنا هنا ايه بعشرة أس سالب ستة، هيطلع هنا ايه بالمايكرو بقى مش الملي، يطلع هنا معايا بالمايكرو. فخلي بالك هنا في الغلط من الحاجات اللي ممكن ما نركزش فيها، يعني انا ممكن اقول لك هنا 50 نفس الرقم كده، اقول لك 50 كيلو سايكل على الثانية، هيطلع لي 20 ملي ولا 20 مايكرو؟ واخدين بالكم من الوحدات الكلام ده كله؟ دي حاجات بس ممكن ايه نركز فيها مع بعض واحنا بنحل المسائل، عشان دي ممكن ايه تعمل لخبطة عند البعض، لكن هو الموضوع سهل وبسيط بإذن الله. وبكده تكون انتهت محاضرة اليوم، وشاكر ليكم وإلى اللقاء في محاضرة قادمة بإذن الله.